اجراءات القرعه اعتقد انها بتضاهي يعني القرعه في البطولات العالميه في الاتحادات الدوليه. الطريقه الالكترونيه اللي بندير الموضوع، التنظيم، الكلمات، التنظيم بالنسبه للفرق اللي موجوده، طريقه السحب واضح. يعني لو في اي مشكله لاي فرقه كان لازم بيطرحوها في الاجتماع الفني، فده الحمد لله ده يدينا انطباع ان رضا الجميع عن الصدمة الأولانية اللي هي بتبقى الاستقبال والتنقلات والاختيار الفنادق. دي تملي بتديك مؤشر على نجاح البطولة من عدمها، فالحمد لله رضا كامل. العدد زي ما حضرتك أشرت 17 فريق، ده يعتبر ريكورد. السنة اللي فاتت كان 19 فريق عندنا برضو، وده تاني ريكورد بعد السنة اللي فاتت. يعني احنا تملي بنحتفظ بالقمة في عدد المنضمين او المسجلين في المشاركة في البطولة. يعني هو عامة مراكز القوة معروفة بالنسبة للكرة سيدات في افريقيا، متمثلة في مصر، متمثلة في كينيا والدول شمال افريقيا اللي هي الجزائر وتونس. فطبيعة القرعة بتبعد الفرق بتاعت مصر الاربعة عن بعض، فكده كده كل فرقة مصرية في مجموعة لوحدها. وأيضا الفرق الكينية لما كانت السنة اللي فاتت في الترتيب بتاع يعني كتاني بطولة أو الثالث والرابع، فكانوا على قمة المجموعات، فبعدوا طبيعي عن النادي الأهلي. بقية الفرقتين اللي هو بتوع تونس والجزائر القرعة بعدتهم عن النادي الأهلي، فأنا أعتقد مجموعة متوازنة جدا بالنسبة للنادي الأهلي، والحمد لله قادرين على احتلال قمة المجموعة عشان يكملوا المشوار كله بإذن الله. المفاجأة كلها إن التنظيم 80% من المشاركين فيه كلهم من شباب النادي الأهلي اللي بيديهم الفرصة جيل ورا جيل ورا جيل. وبرضه حفل الافتتاح هو ده اللي يمكن الدكتور سراج بيتكلم عليه، مفاجأة هتبقى كبيرة إن كله برضه يعني صنع داخل النادي الأهلي، فأرجو إن هي المفاجأة يعني تعجب السادة المشاهدين وجماهير النادي الأهلي.